أمل مفقود اليوم حتى مع الرئيس قيس سعيد؟ مش مفقود. المنتخب بقرابة 3 ملايين صوت. ما قلتلكش مفقود، قلتلك يتجه. يتجه لأن العباد أعطت حسن النية، أعطت يعني البشائر متاع الأمل من جديد. لكن هذا بطبيعة الحال لابد أنه يترجم في الواقع. كيفاش ترى مسؤولية قيس سعيد في خضم كل هذا اليوم وهو رئيس منتخب وفما إجماع حول شخصه على الأقل من ناحية المشروعية الانتخابية لطفي المراح؟ المشروعية الانتخابية على الناس كلها راهو، علي هو وعلى الناس اللي ترشحت في البرلمان، يعني الناس هذوما ما سرقوش الأصوات نتاعهم، هذا بالكل مخدم. أنا بالنسبة لي قيس سعيد كانت موافقة انطلاقته كرئيس للجمهورية؟ ما فما شيء، مش موافقة ولا مش موافقة، ما فما شيء. يعني القيس سعيد صحيح توا شهرين من زمان ما تنجمش تحاسب برشا، لكن البلاد ما كانتش تنتظر. كانت يعني مفروض الشخص اللي حامل لحاجة، اللي حامل لفكر، اللي حامل لمشروع ينطلق مباشرة. البلاد ما تستناش، فش تستنى؟ يعني احنا وقت اللي وصلت الانتخابات ما صارتش انتخابات بلاد والله في حالة تاريخة. بلاد يعني تتفغم تفغم، تستنى في حد باش يتحرك باش يقترح باش يبادر باش، خاصة في غياب السلطة اليوم عندها شرعية. احنا قدام حكومة تسريف. شنو يعني اليوم قيس سعيد ما عنده ما يقدم للتوانسة حتى وهو رئيس منتخب في كرتاج؟ لا، منتخب شرعيته ما يشك فيها حد وما يناقش ماذا عن شرعية الأداء، شرعية الإنجاز؟ لا لا، وين إنجاز؟ ماذا أنجز؟ ماذا أنجز وماذا يبشر به؟ أو يعمل في استقبالات لمواطنين ويزور في جهات، ولما يكون فما حادث يتنقل على عين المكان؟ ما نتصورش أنه هذا المنتظر منه، خاطر توا هو شنو رئيس الجمهورية في عندنا في دستورنا. رئيس الجمهورية، وهذا حاولت أنه الحملة الانتخابية بتاعي كل تبنت على هذا، أنه برشا عباد قالوا لا محدودية الصلاحيات، وانا كانت البرنامج بتاعي على اساس انه لا ماهوش محدود ابدا، وانما المحدوديه هي تجي من محدوديه التصور. اذا كانت التصورات محدوده بطبيعه الحال الصلاحيات تكون محدوده، لكن في حدود الصلاحيات هذيك الانسان نجم يبادر بكثير الاشياء، لانه عنده مبادرات، عنده مبادرات وعنده سلطه اعتباريه كبيره، خاصه اذا كان شخصيه وقع انتخابها بالحجم هذايا. فلو كان عندها ما تطرح وتلقى صدى عند العالم. هل قيس سعيد ما يقدم للتونسيات والتونسيين في هذه العهده الرئاسيه؟ تحب تسال فيه على رايك؟ طبعا رايي الخاصة، احساسي الخاصة، لا، باش تعدى فتره نتاعو باهته جدا. هذا قراءتي الشخصيه على الحجم نتاع الشخص.